الأساسية الحالية للتنمية وزيادة الرقعة المعمورة ووضع أولويات للتنمية على المدى القريب والمتوسط وتحديد المناطق ذات الأولوية بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. ملفات كثيرة تحمل هموم ومشاكل وأزمات المواطن المصري البسيط تحتاج إلى تخطيط وتحتاج أكثر إلى تنفيذ هذا التخطيط. فهل الشارع السياسي يمهل هذه الحكومة لتحل للمواطن أزماته ومشكلاته؟ من مقر مجلس الوزراء أحييكم، أنا حاتم صالح، النيل للأخبار. تنظم سفارة سويسرا بالقاهرة مؤتمرا صحفيا اليوم للنائب العام السويسري مايكل كريستوف خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا إلى القاهرة لاستعراض جهود استعادة الأموال المهربة، وذلك عقب لقائه المرتقب مع النائب العام المصري المستشار هشام بركات. وقد أكد قسم مكافحة الأموال المهربة التابع لوزارة الخارجية السويسرية حرص سويسرا على إعادة أي أموال ثبت تهريبها بصورة غير شرعية حفاظا على سمعتها الدولية، منوها إلى أن الجانبين المصري والسويسري يبحثان حاليا تمديد فترة تجنيد أموال رموز النظام السابق والتي من المقرر أن تنتهي في فبراير القادم. أظهرت النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء التي أجريت يوم الجمعة فوز قائمة التيار الاستقلال بأحد عشر مقعدا من بين 12 مقعدا جرى التنافس عليها في مجلس النقابة العامة. وقد أظهرت النتائج التي أعلنها أمس النقيب خير عبد الدايم فوز مرشحي قائمة الاستقلال متقدمين بفارق يزيد عن 3000 صوت على مرشحي قائمة أطباء من أجل مصر المحسوبة على تنظيم الإخوان. وأشار نقيب الأطباء إلى أن عدد الذين أدلوا بأصوات في الانتخابات نحو 19000 طبيب، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو 18000. إلى سوريا حيث قتل 148 شخصا بينهم 35 طفلا أمس في مدينة حلب في شمال البلاد. وقد أفادت لجان التنسيق المحلية أن المروحيات استهدفت 12 منطقة ب 25 برميلا متفجرا، مشيرة إلى أن الغارات تركزت على حي دوار الحيدرية. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن المساعدات الأمريكية غير الفتاكة للجيش السوري الحر في شمال سوريا قد تستأنف قريبا. وأضاف كيري أن المعارك بين أطراف المعارضة السورية أعطت الفرصة لتمام دور المجموعات المتطرفة، مشيرا إلى أن بعض المناطق السورية باتت تقع بشكل كامل تحت سيطرة القاعدة على حد قوله. تصريحات كاري تأتي بعد أيام من تعليق واشنطن هذا النوع من المساعدات في أعقاب سيطرة الجبهة الإسلامية على مخازن سلاح للجيش الحر. من ناحية أخرى أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية موافقة روما على توفير ميناء لاستخدامه في عمليات نقل ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية بين السفن لتدميرها في البحر. قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيطالية إن استخدام الميناء هو أقصى دور ستبديه إيطاليا في عملية تفكيك ترسانة الكيماوية السورية، مؤكدا أن المواد الكيميائية لن تلمس الأراضي الإيطالية في أي مرحلة، ومن المقرر أن تنقل سفن دنماركية ونرويجية الأسلحة والمواد الكيميائية من ميناء اللاذقية السوري على أن يدمر المخزون الأقل خطورة من تلك المواد على متن سفينة أمريكية مجهزة. أعلن مصدر أمني لبناني أن مركز الأمن العام اللبناني في معبر رأس الناقورة بالجنوب تعرض لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي. جاء ذلك غداة مقتل جندي إسرائيلي عندما أطلق جندي لبناني النار على دورية إسرائيلية قرب معبر رأس الناقورة الحدودي بين الجانبين. من جديد عاد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وذلك بعد مقتل جندي إسرائيلي جراء تعرض دوريته لإطلاق نار من داخل لبنان قرب معبر الناقورة الحدودي. رواية جيش الاحتلال لم تختلف عن الرواية الرسمية اللبنانية، فمصادر تل أبيب أكدت أن الجندي اللبناني أطلق 6 أو 7 رصاصات وفتح النار على الدورية الإسرائيلية في منطقة حدودية هادئة عادة، وذلك بمبادرة فردية منه. إلا أن متحدثا باسم جيش الاحتلال قال إن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع المشروع عن النفس، واصفا الحادث بأنه انتهاك صارخ لسيادة إسرائيل.
المتحدث قال أيضا إن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى التحذيرات على طول الحدود وقدم شكوى لقوة الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل. وفي لبنان أكدت المصادر الرواية السابقة إلا أنها أوضحت أن الجندي أطلق النار على المركبة الإسرائيلية بعد أن حاولت مجموعة كانت على متنها التسلل عبر الحدود، كما ترددت أنباء بقطع الاتصال مع الجندي. وذكر التلفزيون الرسمي اللبناني أن حالة الاستنفار أعلنت في الجيشين اللبناني والإسرائيلي على الحدود، مشيرا إلى أن طائرة مراقبة إسرائيلية بدون طيار كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق منطقة الناقورة. ومن جانبها أكدت قوات اليونيفيل وقوع الحادث الذي وصفه بالخطير، وتحدثت عن اتصالات مع الجانبين ودعوتهما لضبط النفس. وفيما بدأ أنه رد فعل على هذا الحادث، أعلنت مصادر لبنانية أن مركز الأمن العام اللبناني في معبر رأس الناقورة تعرض لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل. وتهدد هذه التطورات بتصاعد المواجهات على الحدود بين لبنان وإسرائيل وسط مخاوف من اندلاع حرب أو عدوان إسرائيلي جديد كما حدث في عام 2006. وفي شأن لبناني آخر، قتل جندي وأصيب آخر في هجوم لمسلحين على نقطتي تفتيش للجيش خارج مدينة صيدا بجنوب البلاد، كما أسفرت الاشتباكات التي وقعت في محيط صيدا عن مقتل 4 من المهاجمين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي تأتي بعد القتال الذي استمر أياما في يونيو الماضي بين الجيش وأنصار رجل الدين السني الشيخ أحمد العسير. قتل اليوم 17 شخصا على الأقل وأصيب 25 بجروح في سلسلة تفجيرات معظمها بسيارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. في الوقت نفسه قتل 3 من عناصر الشرطة صباح اليوم في هجوم شنه مسلحون بسيارة مفخخة بالقرب من مركز شرطة بي جي شمال تكريت العراقية، وتمكن المهاجمون من اقتحام مركز الشرطة، وقامت قوات الأمن بتطويق المكان ومنعت الاقتراب منه، بينما نقلت سيارات الإسعاف جثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي. صوت البرلمان اليمني على قانون بمنع استخدام الطائرات من دون طيار لشن هجمات في اليمن، وذلك بعد قصف قامت به طائرة من هذا النوع الخميس الماضي أوقع العديد من الضحايا المدنيين. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية أن نواب الشعب صوتوا بالموافقة على منع ما تقوم به الطائرات من دون طيار في الأجواء اليمنية، مشددين على أهمية الحفاظ على المواطنين الأبرياء من أي اعتداء عليهم، وكذلك الحفاظ على سيادة الأجواء اليمنية. ويعد اليمن واحدا من بضع دول تقر فيها الولايات المتحدة باستخدام الطائرات دون طيار في إطار حملتها على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، والذي تعتبره واشنطن أكثر أجنحة التنظيم نشاطا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل النيل جمال الأشول. جمال، كيف كانت ردود الأفعال المختلفة على قرار البرلمان بمنع استخدام الطائرات من دون طيار لشن هجمات في اليمن؟ نعم، هناك تأييد شعبي لهذا القرار، خاصة بعد الهجمات الخاطئة التي صادفت المدنيين في البيضاء في حضرموت وفي العديد من المناطق. البرلمان اليوم سيرسل رسالة رسمية إلى الحكومة لمخاطبتها بهذا القرار وبدء تنفيذه فعليا على أرض الواقع، لكن يخشى أن بعض المراقبين أن يدخل مجلس النواب في حساسية مع الرئيس هادي، لأنه كان قد أقر في وقت سابق بموافقته على تحليق الطائرات اليمنية العاصمة الأمريكية في الأجواء اليمنية للحرب على تنظيم القاعدة. نعم، مراسل النيل جمال الأشول، شكرا جزيلا لك. عاد ما يقرب من 40,000 من سكان غزة إلى منازلهم بعد انتهاء العواصف والأمطار الغزيرة التي ضربت القطاع على مدى عدة أيام، ووصفت حكومة حماس العاصفة بأنها الأسوأ منذ عقود. من جانبهم قام الأهالي بإزاحة مياه الأمطار التي تجمعت داخل البيوت وإصلاح الأسقف والنوافذ المحطمة. يأتي هذا بينما وصلت إلى القطاع ولا شحنة وقود منذ حوالي شهر ونصف الشهر، وقد أدى نقص الوقود إلى انقطاع يومي في التيار الكهربائي، إضافة إلى توقف الخدمات الصحية ومعالجة الصرف الصحي.
أعلن الرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش أن بلاده ستواصل نهجها على طريق التكامل مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال لقاء يانكوفيتش مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري جون ماكين الذي يزور كييف حاليا. تصريحات يانكوفيتش تأتي بعد إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق العمل مع السلطات الأوكرانية بشأن الاتفاقية التجارية والسياسية بسبب عدم التزامها بالتوقيع على وثيقة الشراكة. خدمة جديدة قدمتها وزارة النقل للمواطنين باستحداث استخدام الماكينات الآلية لحجز تذاكر القطارات المكيفة في الوجهين القبلي والبحري. في الوقت نفسه بدأ تشغيل 6 قطارات جديدة للركاب من أسوان باتجاه القاهرة والأسكندرية، وذلك في إطار خطة السكك الحديدية لتشغيل قطارات الركاب تباعا بين خطوط الوجهين القبلي والبحري. في إطار حرص وزارة النقل على مواكبة التطور المستمر واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية المعمول بها في مختلف أنحاء العالم، تم تشغيل خدمة جديدة لحجز وصرف تذاكر القطارات المكيفة بالوجهين القبلي والبحري باستخدام الماكينات الآلية. هتبقى في 4 ماكينات في محطة رمسيس، ودي وبعد كده تباعا هيبقى في المحطات تباعا إن شاء الله في الوجه البحري والوجه القبلي. والمكانات دي اساسا معموله للتعامل لسرعه التعامل مع الجمهور ولسهوله استخراج التذكره. ومع بدايه تشغيل تلك الماكينات في محطه رمسيس لاقت اقبالا كبيرا من المسافرين الذين يأملون تطبيق هذا المشروع في كافه المحطات. مش بس ميزه حلوه وعظيمه ان احنا نواكب التطور وسائل العصر، احنا نعمل حاجات الكترونيه، احنا بنتمنى انها تزيد كمان وتكتر بحيث ما يبقاش في اي مجال للوقوف او ازدحام، وخصوصا احنا بنعاني منه كتير. المكان ده بيحل ازمه جامده جدا عشان خاطر منع التكدس على الشبابيك، وده طبعا احنا بنطالب ان هو يتعامل مع جميع المحطات. لا يعني بوفر طبعا احسن من الوقفه في الشباك وفي ما يعني احسن من الوقفه في الشباك والزحام. كما اكد المسؤولون بمحطه رمسيس على ان هذا المشروع سوف يحد من الزحام على شبابيك التذاكر التي سوف تستمر في العمل لمن لم يحملوا البطاقات الائتمانيه. بالطبع ان هذا المكان بيقلل الضغط على شبابيك التذاكر وبيساعد الراكب ان هو ما بيقفش في شباك التذاكر، وفي موجود 4 مكانات بمحطه القاهره بالنظام الفيزا كارت. اذا ما كانش في بعض الركاب اللي بيبقى معاه فيزا كارت معهوش فلوس فبيستخدم الفيزا كارت، بيقلل الضغط وبنبتدي نواكب العالم في الحضارة وفي التقدم. جدير بالذكر أن هذا التطور التكنولوجي يساعد على رفع مستوى الأداء وتوفير الوقت والجهد للمواطن المصري. أحمد أبو الحسن، النيل. وفي ختام هذا تذكير بأهم الأنباء. إطلاق نار كثيف وانفجارات في جوبا وأنباء عن محاولة انقلاب بجنوب السودان. مجلس المحافظين برئاسة الببلاوي يبحث اليوم استعدادات المحافظات للاستفتاء على الدستور. أكثر من 100 قتيل بينهم أطفال في قصف بالبراميل المتفجرة على مدينة حلب شمال سوريا. مقتل جندي إسرائيلي إثر إطلاق نار على الحدود مع لبنان، وإسرائيل تطلق النار على مركز للأمن العام اللبناني في معبر رأس الناقورة. نايل.إيجي وموقعنا على الإنترنت للمزيد من التفاصيل. جولة في الصحف المحلية والعربية والعالمية بعد قليل، انتظرونا.